مناضلات الحزب بمدينة العرائش مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفضاء التدريبي التكوين لم أطل عليكم فالأمسية هي أمسية لتتويج دورة تكوينية كل ما يمكنني أن أقول في شأنها أنها كانت والحمد لله ناجحة من حيث المضامين التكوينية التي تم الاستفادة منها من طرف الأطر والإخوان المتدخلين الذين صهروا على تطبيقكم طيلة هذه المدة وبمناسبة أود أن أشكر كل الأخوات والإخوة والأخت فاتحة والإخوة الشوفي الأخ بوهلال كذلك على هذا التتويج الإيجابي لهذه المرحلة كما لا يفوتني أن أرحب كذلك بإخواني وأخواتي أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية البنات في بيته لأنهم لا يحتاجون للترحيب وإن الدار هي دارهم وهذه جمعيتهم ومرحبا بهم في كل آن واحد كذلك أشكر المستفيدات والمستفيدين على الصدى الطيب اللي أعطيناه على المستوى الوطني لا من ناحية الأخلاق لا من ناحية التواصل لا من ناحية الاستفادة ولا من ناحية التفاعل والتجاوب مع جميع مضامين الدورة التكوينية فصفقوا على رأسكم وتحياتي الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد كان هذا هو الشعار اللي رفعناه خلال هذه الدورة التكوينية العامة وكان عندنا نقاش كبير في هذا الإطار لذلك كنتمنى أننا نكون ساهمنا ولو بالقدر القليل في إضاءات فكرية ومساهمات للحوار وفتح النقاش في هذا الموضوع الهام وموضوع الساعة ببلادنا كذلك هي فرصة مرة أخرى لأجدد لكم ولكم كل المستفيدات والمستفيدين أن فروعنا في مدنكم مفتوحة في وجهكم كنتمنى أنه ما نبقاوش نتلاقاو بكم فقط على مستوى الدورات التكوينية وأننا ما نعاودو نشوفكم حتى للصيف أو حتى للدورة التكوينية الربيعية المقبلة السنة المقبلة كنتمنى أننا في هذا الأسبوع إن شاء الله بإذن الله نتواصلوا من بعد عطلة على أساس أنه بحال اللي اتفقنا للفرع اللي المدينة اللي فيها فرع يتم انخراطكم في الفروع اللي هي فيها والمدينة اللي ما فيهاش والمدن اللي ما فيهاش فروع يتم إنتاج أو التجديد واحد الخلايا ديال اللجان التحضيرية لتأسيس الفروع في المدن ديالكم.